السلام عليكم، أخبار مهمة لسكان ألمانيا باختصار. الخبر الأول بخصوص الترحيل في ألمانيا، بحسب أرقام رسمية تم ترحيل 14706 أشخاص في أول 9 أشهر من العام الحالي. تم ترحيلهم إلى جورجيا، مقدونيا الشمالية، النمسا، ألبانيا، صربيا. وأيضا ستكون هناك عمليات ترحيل بحسب وزير الداخلية الألمانية السيدة نانسي فيز عن حزب اسبد الاشتراكي إلى أفغانستان قريبا. وهناك عمل على إيجاد حلول أو آلية للترحيل إلى سوريا، هذا ما أكده مستشار ألمانيا السيد أولاف شولز. طبعا عمليات الترحيل بتمثل زيادة وقدرها 22% إذا قارناها بالعام الماضي أول 9 أشهر فترة زمنية نفسها، زيادة 2600 شخص تم ترحيلهم العام الحالي. العام الماضي أول 9 أشهر كان العدد 12042 شخص. طبعا موضوع الترحيل الحكومة الألمانية ووزارة الداخلية عم تشتغل عليه، وحاليا في تركيز للترحيل إلى سوريا بعد ما كان أفغانستان، ولكن أفغانستان تم ترحيل أول مجموعة 28 شخص إليها قبل شهرين. حاليا تركيز على سوريا، وعم بيحاولوا إيجاد حل أو آلية تعاون مع الدول الحدودية مع سوريا أو بأي شكل من الأشكال ترحيل إلى سوريا، وخاصة للمجرمين اللي مو مرغوبين بهم في ألمانيا. 500 مليون يورو كيندا جيلد إلى خارج ألمانيا. 500 مليون يورو راتب الأطفال بيروح لخارج ألمانيا، يعني عم يدفعوها للبنوك خارج ألمانيا، بيتم التحويل لخارج ألمانيا. كيف هيك ممكن يعني مجموعة من الأشخاص، ممكن ما حدا يصدق هذا الكلام، ولكن للأسف الشديد هذا اللي صار. سنويا عم يطلع خارج ألمانيا. هذا العدد كان 35 مليون في عام 2013، ولكن بعد مرور 11 سنة ارتفع ووصل إلى 500 مليون. بالمرتبة الأولى 40% من هذا المبلغ حوالي 200 مليون يورو سنويا بيتم تحويله إلى بولندا، والمرتبة الثانية إلى رومانيا. طبعا في حالات استثنائية لتحويل أموال كيندرجيلد إلى خارج ألمانيا. على سبيل المثال إذا كان أحد الأبوين عم يشتغل في ألمانيا والوالد الآخر، على سبيل المثال الأب عم يشتغل في ألمانيا والأم ببولندا ومعها الطفل، فممكن الطفل ياخذ الكيندرجيلد راتب الأطفال. وكمان إذا شخص عايش في ألمانيا طلع خارج ألمانيا لمدة سنة، ممكن كمان ياخد الكيندرجيلد بيتم تحويله إلى خارج ألمانيا. هاي الحالات الاستثنائية، ولكن حقيقة في شوية غموض حول هذا الموضوع، أنه يعني مبلغ 500 مليون يورو ضخم جدا وكبير جدا سنويا. شو رأيكم حول هذا الموضوع؟ بتمنى شاركونا أفكاركم، وهل أنتم مع تحويل أموال الأطفال إلى خارج ألمانيا؟ في خبر مهم جدا لجميع الجنسيات الأجنبية في ألمانيا، نقلت أو ذكرت صحيفة فرانكفورت ألجماينة سايتونغ حول تشكل جماعات إجرامية في مقاطعة شمال الراين تابعة لعائلات كبيرة وعشائر. هاي العائلات الكبيرة والعشائر في صراع بين بعضها البعض، يعني على مناطق النفوذ، على متهمين طبعا هذول العشائر او المجموعات عائلات الكبيرة بتجارة المخدرات، انتشار بالبشر والقمار، غسيل الاموال. وايضا ممكن يكون هذا الشيء له تأثير سلبي جدا على الاجانب، وخاصة هون عم نحكي عن يعني ذكروا عشائر تركية عربية، وممكن كمان يعني تأثروا السوريين بهذا الموضوع، لانه من فترة الى اخرى منشوف مناوشات وضرب وإلى آخره. فأنا بشوف هنا حقيقة ظاهرة سلبية جدا، أنه مجموعات على شكل مجموعات عم يساووا يعني تكتلات صغيرة ضمن المدن. والشيء الصادم بالموضوع أنه الشرطة في مقاطعة شمال الراين إنغبن العام المقبل راح تخفض دورياتها، راح يكون في تخفيض للدوريات. فممكن إذا كان في تخفيض للدوريات يكون يعني عمليات النشطة لهي المجموعات أكبر وأكبر مستقبلا. شو رأيكم حول هذا الموضوع؟ وهل أنتم معاي بالفكرة أنه أنا بشوفها سلبية جدا، وحقيقة بتضر بسمعة الأجانب واللاجئين وخاصة الجنسيات العربية في ألمانيا. في خبر عاجل، الخارجية الألمانية تقرر إغلاق 3 قنصليات إيرانية في ألمانيا والبقاء على السفارة الرئيسية في برلين بدون سفير، فقط القائم بالأعمال الإيرانية في ألمانيا. هذا القرار بيجي بعد إعدام إيران مواطن ألماني إيراني، هو بنفس الوقت مهندس برمجيات كان مطلوب لدى إيران، وحقيقة جابوه بشكل من الأشكال من دولة الهند نقلوه لليونان، ولكن بعد حقيقة
يعني مرات عديدة ألمانيا أنذرت إيران إنه بعدم تنفيذ عملية الإعدام بحق هذا المواطن الألماني الإيراني، ولكن إيران أعدمته. فكردة فعل ألمانيا عم تغلق حاليا وعم تسكر 3 قنصليات، مع البقاء على القنصلية أو السفارة الرئيسية في برلين. وأيضا طلب من 32 شخص ممن لا يحملون الجنسية الألمانية ويعملون لدى القنصليات والسفارات في السفارة الإيرانية في ألمانيا، طلب منهم مغادرة البلاد. طبعا ألمانيا عم تقول أن هذا الشخص اللي تم إعدامه لم يحصل على محاكمة عادلة. وبنفس الوقت ألمانيا تطلب من رعاياها في إيران مغادرة إيران فورا. في مدينة فرانكفورت الحكم على طبيب تخدير 10 سنوات و6 أشهر بتهمة التسبب في وفاة طفلة اسمها إيميليا عمرها 4 سنوات بعام 2021 بشهر سبتمبر، وأيضا متهم بإصابة أشخاص آخرين. بعد عملية جراحية للأسنان للطفلة البالغة من عمر 4 سنوات، استخدم هذا الطبيب دواء تخدير ملوث تسبب في تسمم دموي لدى الطفلة، وأيضا تخزين المواد الطبية كان غير صحي أبدا. استخدام دواء التخدير كمان كان غير صحي، ومما أدى إلى حقيقة وفاة الطفل. وكمان هذا الطبيب في عام 2019 ارتكب أخطاء مشابهة لهذه الأخطاء وسحبوا منه ترخيص، ولكن بالرغم من سحب الترخيص إلى أنه رجع واشتغل، وحاليا حقيقة أجد الضربة القاضية 10 سنوات و6 أشهر حكم. فما يعني موضوع حقيقة كيف سحبوا منه الترخيص وكيف يعني عم يرتكب أخطاء وراء أخطاء وعم يسمحوا له بالعمل. شو رأيكم حول هذا الموضوع؟ في تغيير مهم بألمانيا بداية من الشهر الحالي، يعني قبل يومين دخل هذا التغيير حيز التنفيذ. الأشخاص اللي بدهم ياخذوا الهوية الوطنية الألمانية ما في داعي يروحوا ياخذوها باليد أو يكونوا حاضرين شخصيا. ممكن الهوية الألمانية تجيك عن طريق البوست، عن طريق البريد إلى باب بيتك، ولكن مقابل رسوم. فقط الهوية الألمانية، الإقامات غير ممكن. إقامات ممكن تروح للبلدية، في أشخاص بيجيهم إقامات بعد ما يروحوا بيبصموا بيستلموها من البلديات أو من مكتب الأجانب. فقط الهوية الألمانية حاليا تغير هذا الشيء بعد ما كان مطلوب حضور رسمي، حاليا ممكن تصلك للبيت. الرسوم ما حددوها، يعني ما راح تكون كبيرة، يعني ما راح تكون 100 يورو أو 300 يورو، بعتقد يعني شيء بسيط 5 10 يورو. شو رأيكم حول هذا التغيير؟ هل هو مناسب إيجابي أم سلبي؟ في ألمانيا الحكم على مراهق سوري عمره 14 سنة 5 سنوات و6 أشهر، بالرغم من أنه موجود بالسجن حاليا، يعني عنده محكومية 2 سنين و6 أشهر، كمان أجا محكومية ثانية 5 سنوات و6 أشهر. اسمه عبدول، جوتشي عبدول. ليش سموه جوتشي عبدول؟ سموه لأنه سرق حقيبة جوتشي واتباهى فيها حقيقة وفرجاها للجميع أنه سرقها من المحل، فلهيك سموه جوتشي عبدول. عمره 14 سنة. في عام 2023 بالشهر الثامن إلى الشهر العاشر ارتكب ما مجموعه 25 جريمة في مدينة هالة بمقاطعة ساكسن أنهالت، متهم بالاعتداء، السرقة، الابتزاز والإكراه، الإهانة، القيادة بدون رخصة، وحكم غير نهائي بحقه. ممكن يكون في تخفيض إذا عمل استئناف أو طعن ضد قرار المحكمة. عن جوتشي عبدول معروف لدى سكان ألمانيا، طبعا عائلته يعني كاسر رقم قياسي بعدد الجرائم لعائلة واحدة في ألمانيا، أكثر من 100 جريمة عم نحكي، يعني هو وعائلته معروفين لدى الشرطة في ألمانيا. شو رأيكم حول هذا الموضوع؟ يعني عمرك 14 سنة و25 جريمة، مريض حقيقة، في بعقلك شيء؟ عم تشرب شيء؟ عم تتعاطى شيء؟ ليش هي؟ ما في داعي. عمرك 14 سنة لازم تكون حقيقة عم تدرس بالجامعة بالمدارس، مهتم بنفسك، حتى لو ما كنت ناجح يعني لا تضر بسمعة الآخرين. ما في داعي، ما في داعي، ما في شيء، ما في قاعدة اسمها إذا ما كنت ناجح خليك فاشل. لا، حاول، يعني ساوي اللي بيطلع من إيدك، يعني المحاولة نصف النجاح. أو إذا ما كنت يعني ما قدرت خلاص ابقى محلك. ما في داعي للجرائم وتروح وتبهدل حالك وتبهدل الناس وتشوه سمعة الناس. في ناس بتصطاد بالميل العكرة حقيقة و
ما بدي أشوف أبدا للتعميم جنسية كاملة مثلا نشملها بشخص أو شخصين أو عائلة أو عائلتين، فنكون حقيقة ضمن السياق وما نتعدى الحدود. وما حقيقة الاحترام أهم شيء عندي بالتعليقات بهاي القناة، احترام الآخرين، احترام آراء الآخرين دون الخروج من النص. أصدقائي أحبتي، هيك بنكون وصلنا لهذا الفيديو. شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة، بتمنى منكم تشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس ليصلكم الفيديوهات فور نزولها. نلقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم.